حسيت حالي رحت هيك سافرت عبر الزمن. على 800 متر فوق سطح البحر وبمزايا استراتيجية عسكرية تقع هذه القلعة، واحد من جبال عمان السبعة، هو جبل القلعة الذي سكنه العموديون منذ القدم ومن بعدهم الرومان واليونان والبيزنطيين. في موقع جبل القلعة دلت الدلائل الأثرية والاكتشافات وأعمال التنقيب عن الاستقرار البشري خلال فترة العصر البرونزي من خلال الكشف عن مجموعة من الكهوف الطبيعية التي استخدمت في غايات الدفن خلال فترة العصر البرونزي، وتعاقبت الحضارات على هذه الموقع حيث في خلال الفترة العمونية ازدهرت هذه المدينة وأصبحت عاصمة للعمونيين وأطلقوا عليها ربة عمون، فأقاموا فيها دارا للحكم ومواقع ومعبد، والمعبد للإله مالكم مخصص لعبادة الإله مالكم خلال فترة العصر الحديدي. نعم، هناك الكثير من القطع الأثرية أو الحضارات التي قدمت إلى هذا الموقع، نذكر منها معبد هرقل، ونذكر أيضا المواقع التي تعود للإنسان الحجري في المتحف، حيث يوجد في المتحف أقدم تماثيل العالم على الإطلاق ويعود تاريخها إلى أكثر من 7500 عام. ما يميز هذا المكان أو ما يميز قلعة عمان أو ما يميز عمان أحيانا بأنها مهد الحضارات، أنا أذكرها The Cradle of Civilization، لأنها ابتدأت من الإنسان الحجري كما أسلفنا، والإنسان البرونزي والحديدي والإغريقي والروماني والبيزنطي، فهناك تعدد حضارات، وتعد المملكة الأردنية قاطبة هي أرض الأرض الإرث والميراث وأرض الإنسان والمكان، فحيثما قلبت في صفحات التاريخ سوف تجد ما يدهشك لأنك ستقرأ التاريخ القديم. بعد فتوحات الإسلامية لمنطقة بلاد الشام وخضوع المدينة للسيطرة الإسلامية، أعاد الأمويون تسميتها باسم مدينة عمان، الاسم القديم لها، وأصبحت تشكل حامية عسكرية في هذه المدينة، والأمويين اهتموا بها بشكل كبير جدا، حيث شكلوا مدينة متكاملة تحتوي على السوق التجاري والمسجد والقصر ودار الحكم والحمامات وبرك تجميع المياه، وهناك دلائل على هذه الحضارة في خلال الفترة الأموية تمثل بالقوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية والقوة الدينية، فالزائر إلى هذه المدينة خلال قدومه يدخل إلى بوابة المدينة الأموية فيشاهد في مدخل القصر الأموي أو قاعة الاستقبال اللي إحنا موجودين فيها، فهي كانت كدلالة على القوة والقوة العسكرية قوة عسكرية جديدة حكمت، قوة حاكمة جديدة لهذه المنطقة، والقوة الاقتصادية المتمثلة بوجود السوق التجاري والتبادل التجاري ما بين المواطنين وما بين المنطقة. في الأردن هناك سياحة موسمية، ما يسمى الهاي سيزون واللو سيزون، فهناك المئات في الموسم المرتفع والهاي سيزون تأتي إلى القلعة، وأيضا أحيانا فوق 1000 و2000 زائر تأتي إلى قلعة عمان لتفقد ومشاهدة الإرث الحضاري الممتد جذوره عبر سنوات قديمة جدا. أنا جزائرية وهي أول مرة أزور الأردن عمان بصفة عامة وخاصة،
حبيت كتير المكان، جبل القلعة صراحة كتير بجنن وبيستاهل الزيارة. حبيت الأثار القديمة والميكس ما بين الإسلامي على البيزنطي على الروماني، صراحة كتير كتير حبيته، وأكيد إلي زيارة تانية. إحنا من هون يعني الواحد دائما ساكن في عمان وبكسل مرات إنه يجي على الأماكن الأثرية، مع إنه عمان كثير ثرية وغنية بالآثار وبالتاريخ العريق اللي كانت فيها البلد. فالواحد أول ما يجي هون بشوف بحس قديش عمان مدينة كتير قديمة وكتير فيها تراث وإحنا غافلين عنه. مكان كتير رائع وجميل جداً، مكان تراثي، بشجع الكل لزيارته، نظيف، مرتب، منظم، كل الأماكن يعني في إلها زي لائحة للتعريف بالمكان من أي حقبة من أي زمن. وإحنا هون هلأ بالمسجد الأموي، مكان كتير حلو.